ناخدكم لنموذج آخر بعد ما قدمنا نموذج محمد وهو نموذج كورولوس. كورولوس نشأت هو طالب في الفرقة الأولى في كلية الزراعة قسم إنجليزي جامعة اسكندرية، حاصل على براءة اختراع مصرية في اختراع توفير الكهرباء على الطرق الصحراوية. شوفوا حضراتكم العالم كله دلوقتي بيتكلم على موضوع الكهرباء وفكرة الاحتباس الحراري وفكرة استخدام الطاقة وتنوع مصادر استخدام الطاقة، يعني كلها موضوعات هي فيها حاجات مختلفة عن بعض بس مرتبطة في النهاية ببعض. الحقيقة انه الطالب اللي في سنة أولى زراعة ده يعني صغير في السن هو عضو في نقابة المخترعين المصريين وهو عضو في مجلس علماء مصر. كورولوس حاصل على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في مسابقات، يعني في أكتر من في مسابقة مهمة جدا انتل لإساف للعلوم والهندسة 2017، وحاصل على ميدالية خاصة من الملتقى الرابع للمبتكرين، وهو كمان حاصل على مركز أول في مهرجان الكرازة وكثير من الجوائز العلمية الأخرى. الحقيقة أنه هذه النماذج زي ما كنت بقول بتدي لك طول الوقت طاقة كبيرة وتدي لك أمل في أنه لهذا الوطن شباب يعتمد عليه وشباب إن شاء الله هو اللي هيفضل مكمل المسيرة طول الوقت ورافع راية هذا الوطن. نتابع مع بعض كورولوس نشأت في هذا التقرير. فكرة المشروع جات لي ان انا كنت مسافر على طريق شرم الشيخ الدولي، ده طريق سياحة ودولي في نفس الوقت. انا كنت مسافر على الطريق ده، العربية عدت لمدة 5 دقايق، فقلت ليه العربية يعني ليه النور شغال، الإضاءة شغالة لو كانت العربية مشيت بسلام. فمن هنا جات لي فكرة انا اعمل جهاز، الجهاز بيستشعر درجة حرارة الجسم من على بعد، اذا كان جسم انسان جسم حيوان جسم موتور عربية، بيستشعرها من على بعد 5 متر. هو بيستقبل الاشعة اللي داخل عليه من على الطريق، بيحولها في اي امر، يعني شغل كل 10 امبيرات النار كلها مع بعض. بعد ما عدى المجال 10 امبيرات النار بيطفي تماما. الطريق ده بيشتغل بالدور بالخلايا الكهربائيه. المفروض ان الخلايا الكهربائيه في مصر ان هو بيستشعر لما بتحس ان الشمس ابتدت تغرب، النور بيشتغل اضاءه كلها اضاءه كامله. فقلت لا انا هعمل شبه فكره اللي هي القنابل من على بعد، اللي انا هوصل هعمل بسيستم وزاره الكهرباء. مثلا فنفترض مثلا طريق شرم الشيخ الدولي مثلا 012، وانا قاعد في مكتبي في شركة الكهرباء اتكلم 012، النور يشتغل على الطريق، عايز اقفل الطريق مثلا برسالة 012 برضه. طبعا الطرق دي لما تكون شغالة بالطاقة الشمسية بتاخد من الشمس من الصبح بيتحضرها بالليل، لما الاقي النور لما الاقي الإضاءة يعني بدأت تقطع في الكهرباء، فبالتالي الطاقة الشمسية هتفضل لتاني يوم وهكذا. طبعا أنا لما يكون عندي مثلا منطقة عسكرية أو منطقة سكانية أو منطقة أمنية، يعني لو في جسم عدى عن الطريق ده بيدي جهاز انذار او النور بيشتغل عامه. طبعا الجهاز ده مثلا عليه حمايه ان هو مثلا لو حد جه سرق الجهاز بيبعت جهاز انذار. تاني حاجه ان انا قبل ما العربيه ما تترخص على الطريق بيكون فيها جهازين، جهاز بيحس بنبضات العين وجهاز بيحس بنبضات القلب. طبعا ده كل ده شغال باللوكيشن بالجي بي اس. طبعا لو هو متعاطى كحولات اسنان بيعمل عمليه الشهيق والزفير التنفس، بيبعت برده مسج الاسعاف وكمين اقرب كمين ظباط على الطريق. كرمت من هيئة سفراء السلام بمصر، دي تبع هيئة سفراء السلام، دي منظمة اجتماعية. حصلت على درجة سفير نوايا حسنة في مجال البحث العلمي ومن منظمة الدوامين العالمي لحقوق الإنسان. كمان اتكرمت من دكتور عصام خميس نائب وزير التعليم العالي، وكمان من عميد الكلية دكتور عبد الله زين الدين. انا بشكر بابا وماما على اللي هم ساعدوني في ساعه الثانويه العامه، يعني بين الدروس كنت بنزل التكريمات والتصوير، كنت بروح المسابقات وبروح بعمل ابحاث على الاجهزه في كليه الهندسه، كنت بروح اقابل دكاتره بجانب الدراسه. طبعا ده كان شيء متعب قدام المذاكره. طبعا ده كان هدفي ان انا اخش كليه الطب، بس لما اتفوقت في كليه يعني لما اتفوقت في مجال المشروع ده عوضنا عن التعب الثانويه العامه. كورولوس بالطفوله انا بدرس ثانوي صناعي فني، فمن صغر المدرسه مدرسه جنب مدرستي واديها اجيبه بيخش الاقسام معايا مدرسه الصنايع. خدت خبره فكره من الماكينات من العدد من اجهزه كهربائيه من الكمبيوتر. Thank you.
والله حاجة تفرح، والله العظيم حاجة تفرح وتفتح النفس. وبعدين أنا بسأل زمايلي، أنا معلوماتي إن كلية زراعة يعني زراعة فيها تخصصات كتيرة، بس ما أعرفش إن كان فيها قسم إنجليزي، فبسأل زمايلي دلوقتي أكون أنا قلت المعلومة غلط ولا حاجة؟ قالوا لي لا، هو فعلا كلية زراعة قسم إنجليزي جامعة اسكندرية. تحية ليك يا كورولوس، أنت كل الشباب اللي زيك، وأنا كمان بحيي والدك ووالدتك، الناس الجميلة دي اللي زي والدك ووالدتك ووالد والد ووالدة محمد، دكتور محمد طالب الطب وغيرهم كتير جدا. دول أكيد زرعوا بذرة حلوة قوي فيكم وانتوا صغيرين، بذرة فيها كده إيمان وقوة وتحدي وصمود وثقة بالنفس، خلتكم بإذن الله تنطلقوا إن شاء الله يا رب، وقدامكم بإذن الله المستقبل كله. بمناسبة